وضعية إحصائية. فيما يلي قائمة من معدلات التلاميذ القسم في مادة الرياضيات. السؤال لو الشق ولا بيان اقرا هاي. اراد استاذ القسم تنظيم هذه المعطيات الاحصائيه في جدول يبين عدد تلاميذه حسب المعدل. المعدل مش تكتبوا المعدلات طبعا، مش تاخذوا من الصغير للكبير. المعدل 8 عدد التلاميذ 1. المعدل 9 عدد التلاميذ المتحصلين عليه 3. يعطيك صحة. المعدل 15 عدد التلاميذ المتحصلين عليه 3. المعدل 16 عدد التلاميذ 2. المعدل 18 عدد التلاميذ المحصل 2. عشان تنين عدد تلاميذ القسم 20. ما الفرق بين أصغر معدل وأكبر معدل؟ 10 نقاط. كيفاش عملت؟ أكبر معدل قديش عملت؟ 18. وأصغر معدل؟ 8. واضح. سؤال بس. أراد الأستاذ في المرحلة الثانية تمثيل هذه النتائج بمخطط. شفتك الجدول اللي فوق، مش مطلوب مخطط، هذا المخطط نسميه مخطط أوصيات.